والسن والتعب ما بقدرش اقف بتعب فسوري ان انا هتكلم وانا قاعد. باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. الاصحاح 23 ابتداء من الايه 39. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا. وكان واحد من المذنبين الاثنين يعني اللصوص المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع الحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. والمجد الله دائما أبديا أمين. هي قصة اللص اليمين قصة جميلة تعتبر فريدة في التوبة وفريدة أيضا في الاعتراف. زي ما قال دلوقتي ابونا اسحاق احنا مش موضوع محاضرة تتقال، لكن نفسنا يعني توبتنا ما بفصلهاش عن اعترافنا، توبتنا واعترافنا تبقى حياة معاشة مختبرة زي ما عاشها اللص اليمين. لا أخفي عنكم أن الفترة دي من أسبوع أو اتنين بديت أنشغل بشخصية القديس يوحنا ذهبي الفم، ووضعنا في قلبنا إن شاء الله في الكنيسة لمدة سنة كاملة ندرس فكر وخدمة وشخصية القديس يوحنا ذهبي الفم. ولهذا أرجو أن ربنا يديني نعمة أن أنا أتكلم عن التوبة والاعتراف كما عاشها واختبرها وزي ما كرز بيها القديس يوحنا ذهبي الفم. ذهبي الفم يعتبر أروع كارز للتوبة والاعتراف وأرق، لو في كلمة أرق من كلمة أرق كنت هقولها، أرق شخصية أبوية رقيقة إلى أبعد الحدود في علاقتها مع الشعب. ولذلك حتى في التوبة تحس كده زي الأم الحنينة اللي بتدفدف على أولادها خايفة أي عيل من العيال يضيع. لدرجة مرة قال لهم كده، قال لهم عبارة جميلة، قال لهم أنا غبت عنكم امبارح يوم واحد لكن صدقوني كأني غبت عنكم سنة كاملة من شوقي إليكم. تصور كده لو كاهن يقول أنا امبارح رحت دير مينا وجيت وما كنتش في اسكندرية، جاي مشتاق لكم كأني ما شفتكمش من سنة. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ ده لو واحد قالها لابنه في الاعتراف ولا بنته في الاعتراف ياه يقعد يحكيها مع كل واحد. تصور أبونا ما شافنيش امبارح، قال كأن ليا سنة ما شافنيش. إيه رأيكم في الشخصية دي؟ أبوة جميلة رائعة عملية تحس كده كل كيانها بيتنطط بالحب الحقيقي لأولاده. ولذلك حديثه عن الاعتراف والتوبة حديث طالع مش من حاجة محفوظة ولا لاهوتيات بتدرس، لكن طالع من قلب بيدوق الحب الصادق الحقيقي نحو شعبه. ذهبي الفم اتكلم كتير عن التوبة واتكلم بكل الوسائل وشوقنا للتوبة وفرحنا بالتوبة. كل ما باجي اتكلم عن التوبة او الاعتراف بتذكر مرة في لوس انجلوس كنت قاعد مع مجموعة من الفتية فسألتهم ايه رأيكم في الاعتراف؟ ففتاة صغيرة كده بتاعت اعدادي ولا حاجة قالت لي
I am scared, يعني ببقى مفزوعة, يعني قاعدة مع أبونا عايز أخلص منه. فقعدت المهم نتكلم, ففي الآخر طلعوا كلهم اشتاقوا للاعتراف. الحقيقة القعدة مع ذهبي الفم تشوقنا للتوبة والاعتراف, وتغير مفاهيم الناس إن التوبة حالة كآبة أو حالة ضعف أو مزلة. مش ممكن ربنا خلقك أو خلقك عشان نعيش في ضعف ولا في مزلة ولا في مرارة ولا في ضيق. إذا فهمنا التوبة والاعتراف بالصورة دي فبئس إيماننا, مش ممكن. يبقى نلغي كلمة إنجيل ونقول بداله إيه؟ كلمة إنجيل يبقى بشارة مفرحة ونسميه بشارة إيه؟ بشارة محزنة أو مؤلمة. لا يا حبيبي, لا يا أختي, المسيحنا مفرح القلوب. وصدقوني لو ألاقي كلمة أكتر من كلمة يفرح كنت هقولها, بس مش لاقي حاجة يعني أحلى من الفرح أو التهليل. كيف نبدأ توبتنا؟ كيف نبدأ اعترافنا؟ أنا مش بفصل بين الاثنين. ذهبي الفم يقول حتة جميلة, يقول إيه؟ إني أرى كثيرون يقرعون صدورهم قائلين أخطينا, ويظنون أن قلوبهم تنطق معهم بهذا اللفظ. أقول لهم ولأمثالهم إنه ليس كل من يقول أخطأت ينال الغفران, وليس كل من يقول يا رب يا رب يرث ملكوت السماوات. متى 7:21. موضوع مش موضوع ده أنا ببقي بقول أنا غلطان. تم كل العالم غلطان. آباؤنا من إبراهيم أب الآباء لإسحاق ليعقوب للأنبياء لأليشع لكل الأنبياء. داود النبي يقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. وزي ما بيقول ذهبي الفم ضرب لنا 3 أمثلة. يهوذا قال أخطأت وراح انتحر, وشاول الملك قال قدام صموئيل أخطأت وانتهى الملكوت منه ومن عيلته, وداود قال قدام ناثان أخطأت وسمع هذا الصوت والرب قد نقل عنك إيه؟ خطيتك. إيه الفرق بين الاثنين وبين هذا الثالث؟ كلنا بنقول أنا غلط, مش هروح لأبونا أقول لأبونا أنا إنسانة كويسة أو أنا إنسانة كويس, لا هقول أنا غلطان. لكن مش موضوع غلطان, طب ما يهوذا قال غلطان وشاول الملك قال غلطان, لكن داود لما قالها كان بياخد قرار مصيري. يعني أنا لي حياة واحدة, هذه الحياة إما في المسيح وإما خارج المسيح, إما ابن لله أو ابن الإبليس. فالموضوع مش موضوع أخطيت وما أخطيتش, يا ترى في قرار مصيري حاسم جوايا عايز أتنقل من فئة الأشرار إلى فئة الأبرار, أو من فئة أولاد إبليس إلى فئة أولاد الله. من الحتة الجميلة اللي بحبها, يا ريت العبارة دي نفسي نكتبها ولو نبقى نطبعها كده وتتحط قدامنا باستمرار. يقول إيه ذهبي الفم؟ من يمارس التوبة بعدما يخطئ يستحق إيه؟ يستحق للحزن عليه بل تهنئته, إذ يعبر إلى خورس الأبرار. إيه رأيكم في الجملة الجميلة دي؟ الإنسان اللي غلط وجاي بيقول أنا غلطان ومن قلبه بيقولها أنا غلطان, أبونا يقول له مبروك. إيه رأيك؟ تروح كده الأب اعترافك وبعدين تعترف, بعدين أبونا وإنت طالع يقول لك حبيبي ألف مبروك. تقول له إيه؟ يقول لك أنت اتنقلت من فئة الأشرار إلى فئة الأبرار, اتنقلت من أولاد لإبليس لابن لله. إيه رأيكم في العبارة الجميلة دي؟ يبقى الاعتراف نقدر نسميه تهنئة تقدمها لنا السماء ويقدمها لنا ربنا نفسه ويقدمها لنا السمائيون, ولولنا ألف مبروك أنكم خرجتم من فئة الأشرار إلى فئة الأبرار.
موضوع مش موضوع انا عملت لستة بالخطايا، ولا موضوع ان انا كذبت كم مرة وعملت ايه، موضوع مصير. انا انسان الله، انا انسان الله، انا كنت ابن وبقيت ياريت اجير، وياريت بقيت حتى عبد، ده بقيت غريب عن بابايا. فلما حب يتوب او يعترف ما قالش هروح اقول له انا كذبت قد ايه وضيعت الفلوس في ايه وعملت ايه، قال له انا كنت ابنك ما سهلش اكون احد ايه وجراءك، قال له لا ما تقولش الكلمه دي، انت مش هتدخل جوه بيتي، ده انت تدخل جوه قلبي. وركض اليه بيجري عشان يستقبله باباه. الاعتراف احبائي هي اكتشاف ان الله بيجري اليك واخدك بحضنك في حضنه وبيهنيك انك انت خرجت من الظلمه دخلت في النور. من الحتت الجميله اللي يذكرها ذهبي الفم في موضوع الاعتراف، طبعا اتكلم كتير عن محاسبه النفس، ونفسي اطبع لكم لستة كده بالعبارات اللي قالها عن محاسبة النفس، لكن سيبوكم من النصوص دي، أنا هقول لك بس نص حلو خالص. يقول إيه؟ التوبة هي الطريق الإنجيلي الذي تجتازه النفس لكي تعبر إلى الملكوت. إيه رأيكم في محاسبة النفس؟ المحاسبة النفس اللي أنا قاعد كده مع نفسي مش بقول يا ترى عملت إيه امبارح بالليل؟ يا ترى وأنا في القداس كان إيه؟ يا ترى وأنا بصلي بعمل إيه؟ لا، أنا قاعد مع نفسي بقول له السماء المفتوحة دي لمين؟ الإنجيل اللي أنت اديتهوني ده عايز دخلني يروح فين؟ حضنك ده اللي بيشيل كل البشرية، ليا نصيب فيه، حبك ليا ده تكشفه ليا. فالتوبة والاعتراف هما في الحقيقة زي ما بيقول ذهبي الفم الطريق الإنجيلي، الطريق المفرح، كلمة إنجيلي يعني مفرح، الطريق المفرح الذي تجتازه النفس وهي طالعة مهيصة راحة فين؟ قال لكي تعبر إلى الملكوت. طب إيه رأيك في الضعف البشري؟ خليك أبونا واقعي، خليك ذهبي الفم واقعي، أنت مش عارف اللي أنا بعمله؟ قال أنا عارف، بس هقول لكم حاجة. إيه اللي هيقوله؟ قال بصوا يا جماعة، التوبة نار تحرق الإنسان. قال لا لا لا، التوبة نار تحرق الضعف البشري وتدينا روح الله الناري يطير بينا لفوق، فنبص كده لتحت نقول اخي ايه القرف اللي انا كنت عايش فيه ده، ايه القرف اللي انا كنت عايش فيه ده، مش وانا جوه القرف بقول ايه القرف اللي انا فيه مين يطلعني منه، لا، ده انا بقعد مع ربنا بقول له ممكن روحك القدوس يبقى كده كجناحي حمامه فاطير واكون في السماء. تخيل معايا طائر عصفور صغنن بيطير على بعد 4 متر لفوق وفي تعبان كل شوية يبص له، يعمل له ايه؟ يضحك عليه العصفور يقول له اعمل اللي انت عايزه، فين تصلي ازاي؟ عمل الروح القدس بيجي رفعك زي ما بيقول، يعطي للنفس جناحا تطير به نحو السماء، تبقى طاير لفوق وتقول انا سبت القرف بتاعي والخطايا بتاعتي والضعف البشري بتاعي والكذب بتاعي والبلاوي الكتيره بتاعتي، لكن انا مشغول بالسماء، انا فرحان بربنا، انا مستني اقعد معاه. ويقول حته جميله، يقول ضجيج العالم امواج العالم لا تقترب اليه، يبص لها كده من بعيد بيشبهها بواحد على الجبل وشايف الناس، او واحد في طياره، طبعا ايام ما كانش في طياره، لكن دلوقتي زي واحد في الطياره والطياره بتنزل وبعدين يبص كده يلاقي في الشوارع بره نسميها فري واي زي الطريق الصحراوي زي علب الكبريت العربيات، يقف كده الواحد يتفرج ايه هتعمل له ايه العربيه غير واحد واقف في السكه والعربيات بتجري بسرعه وخايف على نفسه. طول ما انا طاير وطالع لفوق ودي مش شغلتي، دي شغلة ربنا. العالم والجسد والخطية والشر والبلاوي اللي أنا بشتكي منها ولا ليها مكان فيه. ولذلك النقطة الثانية اللي على طول ينتقل إليها
ذهبي الفم، الله دائم العمل من أجل توبتك. احنا نحن نقول ايه؟ انا كسلان. ما تخافش، الهك بيحبك اكتر من محبتك لنفسك. شوف يقول ايه، ماذا يعني انه ركض؟ يقول وركض اليه واخده كده في حضنه وقبله، قال لاننا لا نستطيع ان نبلغ الى الله فهو ايه؟ فهو يركض الينا عشان ياخدنا في حضنه. الواحد يقف. كانت من اسبوعين كده واحده ضربت لي تليفون من امريكا، قالت لي ايه؟ قالت لي ابونا انا كنت من شهر في قلق شديد جدا، مش عارف اعمل حاجه، وفقدت سلامي ومش قادر اقرا انجيل ولا عارف اصلي، وراحت كنيسه مرتبكه. قلت لها عملت ايه؟ قالت لي دخلت اوضتي ورفعت عيني. قلت له مش انت وعدت وقلت سلاما انا اعطي لكم، سلام سلاما اتركه لكم، سلامي انا اعطيكم. طب ما فين وعدك؟ انا مش طالع من هنا غير لما تديني سلامك، مش عايز السلام بتاع العالم اللي تتركه لينا، انا عايز سلامك انت. قالت لي شهر كامل فرح لا يمكن تتصور جوه قلبي، رغم ان الظروف المحيطه بيا ما اتغيرتش، لكن اللي جوه اتغير بجواها سما. التوبه هي لقاء بعمل الله الفائق، لانه ايه؟ لانه هو المسؤول عن توبتي ومسؤول عن رجوعي. احسن مثل لكده مين؟ مثل جميل، مثل بطرس الرسول. ده واحد اكل معاه وشرب معاه وكان جريء وقال له لغايه الموت انا معاك ولو مت مش هسيبك. وبعدين يعمل ايه؟ ده مش وربنا انذره وقال له هتجحدني هتنكرني 3 مرات قبل ان يديك يصيح اديك مرتين. لا مش ممكن، انا انكرك مستحيل. لما انكر واحد غيره كان يئس، لكن يقول ايه؟ شوف العباره الجميله اللي يقولها الكتاب المقدس، ونظر اليه. مين النظر للتاني؟ مين؟ مسيح يسوع رب المجد. نظر كده لبطرس، فبطرس بس في عينين المسيح لقي حب، فخرج خارج الدار وبكى بكاء مرا. ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ قال كل اللي عملته فيك وبتحبني مش ممكن. ولذلك لما تقابل بعد كده ما قالوش انا عملت وعملت، قال له انت تعلم يا رب اني احبك وبكى. انت تعلم يا رب اني احبك وبكى. احبائي اف عينيك كده في اعترافك، قول له بص يا رب انا مش قادر اجيلك، انت اللي تجيني. انا مش عارف اتكلم، انت اللي تتكلم. انا مش قادر اشوفك، وريني عينيك اللي بتبص لي. من الحاجات الجميله ما بنساهاش وانا في الكليه، كان اللي ماسك اجتماع الاسره عندنا، كنا اسر صغيره كده مش زي دلوقتي، كل جروب كده ليهم استاذ يديهم. فالاستاذ ده كان يقول ايه؟ كان يقول عباره جميله قوي، يقول في ابشع لحظات الخطيه، في ابشع لحظات الخطيه عين الرب تتطلع اليك تنتظر صرخه قلب منك. عشان كده كان دايما حتى هو يختار الحته دي، يقول لما امراه فوتيفار مسكت ثياب يوسف قال لها ايه؟ قال لها كيف أخطئ إلى الله وأصنع هذا الشر العظيم؟ ربنا مين يا يوسف؟ ده البابان مقفلة حبيبي، وباباك ومامتك فين؟ ما يعرفوكش أنت فين؟ لا ليك كاهن ولا كنيسة ولا معبد ولا كتاب مقدس ولا صديق، ده أنت عبد عندي. قال لا، أنا شايف عيني الرب تتطلعان إلي. ونظر إليه فخرج خارج الدار وبكى بكاء مرا. هو ده التوبة والاعتراف. عينيك يا ربي نفسي أشوفها، وأطلع خارج الدار خارج الذات والأنا بتاعتي وأقول لك دموعي بتكلمك، شوقي إليك ملتهب، مش عارف أكلمك زي المرأة الزانية بدموعها اغتصبت المراحم الإلهية. أحبائي، ذهبي الفم يكلمنا كتير عن حتة جميلة، وهي
اشتياق الله إلى توبتنا. هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. أشعياء 18:1. أحبائي اوعى تفتكر ان ربنا بيديك امر يقول لك توب او لازم تعترف، بيقول لك انا مشتاق لك، انا جاي لك، انا بجري وراك، انا بحبك، انا عايز ادخل في حوار معاك. ليه بتديني ظهرك؟ ليه بتستخسر الوقت معايا؟ ما تخلوش التوبه لاعتراف ورقه وقلم وكتاب عشان اروح اقولها قدام ابونا او اقولها في قعدتي مع ربنا، لكن خليها حوار مفرح بينك وبين ربنا. طلبنا الكلام ده حلو كده وانت قاعد، لكن عندك جد صعب. شوف يقول ايه ذهبي الفم، يقول فقط ابتدأ بالعمل فيتحقق كل شيء. مجرد ما تقول له مشتاق لك يا رب، نفسي اتوب، توبني فاتوب، اشفيني فاشفى، ده هو اللي بيجري وراك لأنه هو طبيب النفوس المشتاق إلى خلاصك. مش هطول عليكم، لكن هقول لك حاجتين بساط. الحاجة الأولى، مهما كانت خطاياي كتير، كان بعض للأسف الهرطقات زي بتاعة البيلاجية تقول لك الإنسان المؤمن اللي اعتمد لو أخطأ خطايا كبيرة لا توبة له، كنيسة وافد ضدهم. ولعلكم قريتوا كتاب القديس أمبروسيوس، كنت نزلته زمان ترجمة اسمه قوة التوبة، وقف هاجمهم بعنف قال لهم ده شغلة الكنيسة انها مستشفى مش محكمة، ده شغلة المسيح غافر الخطايا، ليه بتقفلوا الباب على الناس؟ حتى لو كاهن وغلط، حتى لو كان مؤمن لسنين طويلة، مراحم الله متسعة ولو في النفس الأخير. أحبائي طول ما احنا في الجسد أبواب التوبة والاعتراف موجودة. بزعل كتير لما يجي واحد يقول لي أبونا أنا عملت غلطة وأنا سني 12 سنة ولا 13 سنة واعترفت 5 مرات بيها لكن مش حاسس إنها تابت. إيه ده؟ على رأي ذهبي الفم أو يقول إيه؟ يقول يا جماعة لازم يبقى عندنا ثقة ويقين إن الله شغلته غافر الخطية، ربنا بتاعنا غافر الخطية. آخر حاجة اللص اللي أنا قريت عنه، أجمل حاجة في اللص إيه؟ أول حاجة اكتشفها امبارح وأنا بعرف نصوص ماء القديس يوحنا ذهبي الفم، اشتغل شغلة خطيرة. نفسي كده أسأل، تفتكروا اشتغل ايه على وهو بيتصلب؟ قال اشتغل معلم. نسي الصليب بتاعه ونسي الجلدات ونسي الدم اللي نازل منه ونسي سخرية العساكر بيه والناس بيه، وبعدين بص كده لزميله وقال له الكلمتين اللي احنا سمعناهم النهاردة. يقول ايه؟ قال له اما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلناه، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. يعني إيه اللي بتعمله ده؟ يا أخي نختش على نفسنا احنا الاثنين ونقدم توبة، وانت بتتوب توب الآخرين. إيه رأيكم؟ كتير بسمع الكلمة الصعبة دي، يقول لك لما أرجع وأبقى كويسة بكلم الناس على ربنا. طول ما انت بتبص لنفسك ومش بتبص لإخواتك لا هتعرف ترجع ولا ترجع الآخرين. اللص ده مثل خطير، إنسان إيه زي ما قال داود النبي في مزمور التوبة، يعلم إيه عشان يعلم الخطاة أو البعاد عن ربنا. وأنا بتوب بقول له نفسي أعيش معاك ونفسي كل إخواتي يعيشوا معاك. فاشتغل معلم وهو على الصليب. اللص الحقيقة أجمل ما فيه تحدى الظروف، تحدى الألم، تحدى الصليب بتاعه، عاشق
أو أحب المخلص المصلوب، فاستطاع أن يكون أول من يدخل الفردوس. اليوم تكون معي في الفردوس. هسيب فرصة لأبونا إسحاق هيرد البيت لباط على الأسئلة، لكن عايز أقول حتة مهمة قبل ما أمشي. احنا طول ما فينا نفس ولو النفس الأخير ربنا مشتاق وليس ببعيد عنك، بقول لك يا حبيبي ليك مكان خاص في داخل قلبي. أنا عارف زي ما قال ذهبي الفم، أصعب كل الأمور معرفة الإنسان لنفسه، وأسهل كل الأمور أنه يكشف روح الله القدوس نفسي وأحكم على نفسي فلا يحكم علينا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، زي ما بيقول القديس بولس. ربنا يدينا حياة التوبة، يدينا حياة الاعتراف الحي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضل يا أبونا.